المتر، 0 ل 100 ب 3.8 ثانية، وسرعة قصوى 280 كيلومتر بالساعة. قبل كم سنة هاي الأرقام كنا نحكي فيها عن سوبر كارز، اليوم عم نحكي على سيارة SUV وSUV صغيرة، لكن هاي مش أي SUV، هاي سيارة تجربة اللي معنا اليوم، مرسيدس الجي ال سي 63 اس ام جي فورماتيك بلس، حتى نعطيها اسمها الكامل الطويل جدا. وهاي السيارة هي الدليل على التطور الرهيب اللي صار بسيارات الاس يو في وتحديدا البرفورمانس اس يو في خلال السنوات الماضية. الجي ال سي الجديدة هي فعليا فيس ليفت، وفيس ليفت خفيف جدا على الطراز الماضي. إذا تطلع على السيارة من الخارج التغييرات بسيطة جدا في الأمام، يعني يمكن الفتحة اللي بالأسفل، فتحة الهواء اللي شوي كأنها مشتقة من البروجكت 1 بصراحة. الخطوط تبعتها جميلة، بتعطي السيارة هيك منظر شرس أكتر. أضواء LED جديدة بالخلفي، أضواء مختلفة للجي ال سي، لكن لسه ما أخذناها على الكوبيه. طبعا كلها أضواء LED، تقنيات متطورة. جنطات جديدة في موجودة للسيارة، الـ AMG عليها 21 مع إطارات الميشلن بايلوت سبورت. بشكل عام السيارة أنيقة جدا. أنا شخصيا بشوف الكوبيه منها بصراحة كثير أحلى من العادية، لكن بالنهاية سيارة الجي ال سي بكل فئاتها سيارة أنيقة التصميم بلا شك. من الداخل السيارة اللي معنا طبعا هي الـ AMG 63، ما في داعي نحكي عنها. تصميميا تصميم ما اختلف، لكن جودة المواد بصراحة رائعة جدا. عم تحكي على كاربون فايبر، ألمنيوم، جلد الكانترا ستيرينج ويل، برشت ألمنيوم، المقاعد الرياضية رائعة جدا، تصميمها جميل، الستيتشنج خاصة هيك زي السيارة اللي معنا باللون الأصفر رائعة جدا. يعني بتحس فعلا انك قاعد بسيارة بريميوم، بسيارة فخمة، بسيارة مميزة بالمقصورة. التغييرات، اهم التغييرات هي هاي الشاشة، شاشة كبيرة طبعا، عليها نظام الـ MBUX، المرسيدس بنز يوزر اكسبيرينس، اللي هو نظام الانفوتيمنت، نظام المعلومات والترفيه عند مرسيدس. نظام رائع جدا، بيعطيك تحكم بكل شيء ممكن تتخيله بأي نظام حديث بهاي الفئة من السيارات. ممكن تتحكم فيه طبعا على هاي الباد من هنا، تحكم فيه باللمس، فيه طبعا نظام مرسيدس وتعرف على الصوت، تطلب من مرسيدس أي شيء بدك إياه بتساعدك. شوف الخيارات اللي فيه طبعا، الميديا، اللايتنج جوا السيارة، حتى ممكن تاخذ الـ AMG Performance Applications. كثير من الأشياء ممكن تضيفها على هاي السيارة على تستخدمها بهذا النظام، فعلا نظام مميز جدا. برضو تغيير ثاني هي لوحة العدادات أمام السائق، تغيرت صارت لوحة عدادات ديجيتال، وطبعا أجين ممكن أنت تختار نوع المعلومات اللي بدك تعرضها للسائق. بصراحة شخصيا أكثر إشي حبيته بالمقصورة هو الستيرينج، هذا المخود رائع التصميم، AMG بكل يعني بكل وضوح، مسكته جميلة، الكانترا مع هذا الخط الأصفر اللي بيعطيك السنتر تبعه، عتلات طبعا لتغيير علبة تروس. شوفوا هنا شغلة جديدة أضافتها مرسيدس اللي هي هذا الزر الدائري اللي هون، ممكن تتحكم فيه باختيار نمط القيادة، كومفورت، انديفيدجوال، سليبري رودز اللي هي الطرق المبلولة، أو ممكن تختار سبورت، سبورت بلس، وحتى الريس مود اللي موجود بال 63. والشغلة الثانية الجميلة اللي هي هذا الاختصار اللي هون، عندك هون شاشتين صغار، بالضغط على الشاشة بتختار شو الأشياء اللي بدك تتحكم فيها وبتشغلها مرة واحدة. فممكن مثلا تختار السسبنشن والسبورت اكزوست، بضغطة واحدة بيشتغل السبورت اكزوست، وبضغطة واحدة بتحول السسبنشن من السبورت للكومفورت أو السبورت بلس. طبعا السيارة رائعة بلا شك تصميميا، لكن اهم اشي احنا عم نسوق سيارة AMG، سيارة محرك الـ V8 4000 cc twin turbo 510 حصان 700 نيوتن متر، والاهم من هذا احنا بالمانيا عند فرانكفورت على الاوتوبان بالسكشن اللي ما فيه تحديد سرعة. خلينا نشوف شو اداء السيارة، نختار سبورت بلس. أداء المرسيدس لا غبار عليه، تماسك ممتاز، المحرك متصل بعلبة تروس الـ AMG، 9 خيارات أوتوماتيكية طبعاً تقدر تتحكم فيها، مانيوال على العجلات، الدفع بينتقل للعجلات الأربعة، نظام الفورماتيك بلس، نظام متطور جداً.
بيعطيك تماسك رائع مهما كانت نوع الطريق اللي فيها. عندك الادابتيف سسبنشن تغير قساوة التعليق، الكومفورت صار يعطيك كومفورت زيادة، والسبورت بيعطيك تحكم افضل. بالنهاية كل هذا الحكي حتى يعطي السيارة الاداء المطلوب لتكون فعلا سبورت اس يو في. هذه الفئة من السوق ما كانت موجودة قبل عدة سنوات. اليوم احنا عم نحكي على سيارات اس يو في، سيارات فعليا سيارات دفع رباعي عم بتنافس السيارات السبورتس كارز من ناحية الاداء والتسارع. هلا مع هذا الجيل الجديد من السيارات عم بتنافسها حتى من ناحية التحكم والقدرات والسرعة على مختلف انواع الطرق. لكن الاهم من هذا مثل هاي السيارة في محل زي المانيا تستمتع فيه بادائها، تستمتع فيه بالتسارع تبعها، تستمتع بمحرك الاي ام جي وصوته الرائع. إذن كانت تجربتنا السريعة لمرسيدس جي ال سي طراز 2020 من ألمانيا. تابعونا دائما على عالم السيارات، مجلة، الموقع، قناة اليوتيوب، وسائل التواصل الاجتماعي، حتى تظلوا على تواصل معنا على أخبار السيارات من حول العالم. السلام عليكم.